برج العقرب في 2019 أشوف إنه السنة دي بالنسبة لهم، أو سنة 2019 بالنسبة لهم هي سنة الفرص، عام الفرص، وممكن يبقى عام المال، لأن عندهم المشتري موجود في منزل المال، فده بيديهم حظ كويس في الفلوس إن شاء الله. الحاجة كمان الكويسة قوي هتكون عندهم في الشغل، أشوف إن الحظ هيكون رائع بالنسبة لهم في الناحية المهنية، لأن في كوكبين مهمين بيدعموهم وبيدوهم، يعني زحل وبلوتو الاتنين بيدعموا مواليد العقرب وبيدوا للعقرب، يعني أول حاجة زحل بيدي مولود العقرب نضج أكتر، وبيدي لهم فرصة إن هما يعملوا شبكة علاقات قوية وتكون مبنية على علاقات فيها حكمة وفيها نضج. أشوف كمان إنه زحل في وضع داعم بيدي مواليد العقرب استعداد إن هما يضعفوا جهودهم في الشغل. وهو عموما مواليد العقرب عندهم طاقة جدا، يعني مش بيبخلوا طاقتهم على شغلهم. وجود بلوتو كمان في وضع داعم، فأشوف إن ده بيدي مواليد العقرب قدرة على إن هما يعملوا خطط ذكية جدا، ويعرفوا خططهم دي تساعدهم كتير إن هما يصعدوا في أي شغل هما يعني بيعملوا. في بس مشكلة واحدة، إنه من أول 6 مارس أورانوس هيجي في مواجهة برجهم، وده يخليني أقول لمواليد العقرب لازم تاخدوا بالكم من أول 6 مارس في توقيع الأوراق والعقود وفي الأمور القانونية، يعني تحاولوا تكونوا ملتزمين جدا في الناحية القانونية، وتحاولوا كمان إن أنتوا في القرارات الشرائية ما تتسرعوش، يعني تبعدوا عن المغامرة، وطبعا الأمور القانونية تكونوا ملتزمين في النواحي القانونية. ده بالنسبة للناحية المهنية والمالية. بالنسبة بقى للعاطفية، أشوف إنه المتجوزين لازم ياخدوا بالهم جدا، لأنهم يعني قد يميلوا للتمرد شوية على الحياة الزوجية من أول 6 مارس لما أورانوس يدخل في برجهم، بس مش شرط إنه التمرد ده يعني إن أنتوا بعد الشر يبقى فيه انفصال، ممكن يبقى تمرد على الروتين زي ما قلنا قبل كده للتور، برج التور، فممكن يبقى برضو مواليد العقرب بالنسبة لهم ممكن يكون حافز للتغيير للإصلاح لتواصل أفضل مع شركاء الحياة. بالنسبة بقى للي مش مرتبطين، أشوف إنه بصراحة الأجواء مش مستقرة بالنسبة لمواليد العقرب، لأن عندهم نبتون هو في منزل الحب، ونبتون ده كوكب الأحلام والحب، لكن ده في جزء بيخليهم حالمين ودايما بيبصوا للطرف الآخر، ينبهروا الأول ويتخيلوا حاجة معينة، بعدين مع الواقع يكتشفوا حاجة تانية. فده ممكن يخليهم يدخلوا في علاقات كتير، وما تكونش في النهاية كل علاقة ما تنتهيش قوي باللي هم كانوا بيتمنوا. والله أعلم، يمكن يعني برضو الرقم بيفرق، يعني أنا دايما بقول إن دي التوقعات العامة، لكن رقم اليوم بيفرق.